بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ما بعد. فهذا المجلس التاسع من التعليق والشرح على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه. قال في باب التوبة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة وأكثر من 100 مرة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبداً شكوراً. ولذلك عندما كان يقوم الليل وتتفطر قدماه من طول قيامه، تقول له عائشة رضي الله عنها: تقوم الليل وتتفطر قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا هو الواجب على المسلم، أن يكون عبدا شكورا لله عز وجل. إذا أنعم عليه بنعمة أن يقابلها بالشكر. فلما أنعم الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم بغفران الذنوب، قابلها النبي صلى الله عليه وسلم بالشكر، بكثرة التوبة، كثرة الاستغفار، كثرة القيام، كثرة الطاعات. ففي الحديث الأول يقسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فيقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والنبي هو القدوة وبه الأسوة، فما حالي وحالك يا عبد الله مع الاستغفار والتوبة؟ إذا كان النبي المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر التوبة والاستغفار، فما عسانا نحن أن نقول وذنوبنا قد أنقضت ظهورنا. فعلينا أن نكثر من التوبة ونكثر من الاستغفار، لعل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم. وقال في الحديث الآخر عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الأمر من الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتوبة، فيقول: توبوا إلى الله. فالإنسان إذا تاب إلى الله واستغفر الله فهو أولا ممتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يستفيد غفران الذنوب وتكفير السيئات. قال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على العمل بما يعلم، فهو يعلم الناس ويعمل بما يعلم. وهذا هو الواجب على كل داعية إلى الله عز وجل، بل على كل مسلم، أنه إذا أمر بمعروف يعمل هذا المعروف، وإذا نهى عن منكر ينتهي عن هذا المنكر، حتى يكون أول من يعمل بهذا العلم. ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الناس بالتوبة بيّن لهم أنه يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. والتوبة والاستغفار فضائلهما عظيمة جدا، فالاستغفار سبب للنجاة من النيران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إني رأيتكن أكثر أهل النار، فأكثرن من الاستغفار. فدل على أن الاستغفار سبب للنجاة من النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الحديث إن كان فيه ضعف لا له شواهد تدل على معناه، منها قوله سبحانه وتعالى كما قال عن نوح:
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كما قال الله عز وجل عن هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، كما قال أيضا عن هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار له فضل عظيم دنيوية وأخروية، فالإنسان لا يغفل عن الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. وأما التوبة فإنها تمحو الذنوب بل تبدل السيئات إلى حسنات، وهذا فضل من الله عز وجل، فلا يغفل عن التوبة والاستغفار إلا محروم. فالإنسان يكثر من التوبة والاستغفار لعل الله عز وجل أن يرفع له الدرجات وينحط عليه الخطيئات. قال: وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث فيه أن الله عز وجل وهو الغني عن عباده، إن الله غني حميد، الله عز وجل مع كمال غناء عن عباده، إلا أنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد ويفرح فرحا شديدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، فدل على أن الله عز وجل يحب التائبين. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيكفي التائب شرفا وفخرا أن الله يحبه. فكلما أذنب العبد عليه أن يرجع ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، فإن الله يحب منه التوبة. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته. تخيل هذا الموقف العظيم، ولا يحس بهذا الموقف إلا من حصل له، وهو أن رجلا كان في البر يسير على راحلته ومعه طعامه وشرابه، ثم ضلت هذه الراحلة مع الطعام ومع الشراب، وأخذ يبحث عنها فلم يجدها، فلما أيس من راحلته وأيس من الحياة وانتظر الموت وأيقنه، جلس تحت الشجرة ينتظر أن يأتيه الموت، ثم جاءته الراحلة وهو في مكانه. فأي فرحة يفرحها هذا الرجل بعد أن أيس من الحياة وأيقن الموت؟ فقال من شدة الفرح، أراد أن يشكر الله عز وجل، ولكن من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كان يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ولكن من شدة الفرح أخطأ لسانه. فالله عز وجل أشد فرحا من هذا الرجل الذي ضاعت راحلته وأيقن الموت وأيس من الحياة. فهذا ترغيب من الله لنا بأن نتوب وأن نرجع إليه. ومما يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أخطأ ولم يقصد الكفر فإنه لا يكفر، لأن هذا الرجل قال هذه الكلمة الكفرية ولكنه لم يقصد هذه الكلمة، لم يقصدها ولكن زل لسانه وأخطأ لسانه، فلم يكفر بذلك. أما إذا قصد الفعل، إذا قصد الفعل كالذي يستهزئ مثلا بالله وبرسوله، هذا يكفر. لماذا؟ لأنه قصد الكلام. أما إذا لم يقصد الكلام وزل لسانه فإنه لا يكفر. وكذلك من قصد الفعل ولم يقصد الكفر، كالذي مثلا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله وهو يقول: أنا لا أقصد الكفر، ولا يقول أن هذا شرك، نقول هو مشرك لأنه فعل الشرك. ولكن هذا الحديث زل لسانه ولم يتعمد الكلام فكان معذورا في ذلك. قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار،
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وفي الحديث الأول أيضا يستفاد منه إثبات صفة الفرح لله عز وجل على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل يفرح فرحا يليق به سبحانه. وفي حديث أبي موسى نثبت لله عز وجل اليد، قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. وقد جاء في كتاب الله عز وجل إثبات صفة اليد لله عز وجل في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. فهذا يدل على أن لله عز وجل يدين تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن فضل الله عز وجل على عباده أنه يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، فلا ييأس العبد إذا أذنب بالنهار أو أذنب بالليل فيتوب إلى الله، باب التوبة مفتوح، لا تيأس ولا تقنط. يا أيها الذين آمنوا، قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا يعني أكثر من المعاصي والذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن بشرط ماذا؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تغفر الذنوب جميعا. الصحابة كانوا على الشرك ثم تابوا إلى الله وتاب الله عليهم وصاروا من سادات أهل الدنيا والآخرة. فالإنسان لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. فالله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة، لأن من شرط التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها. وهل تطلع الشمس من المغرب؟ الشمس تطلع من مغربها، وذلك إذا غرب، إذا قرب قيام الساعة، إذا قرب قيام الساعة خرجت الشمس من مغربها، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا ويؤمن بالله. ولكن لا ينفع هذا الإيمان نفسا لم تكن آمنت من قبل. وفي الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، وهذا كان الحديث الذي قبله. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرقر، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه أيضا أن الإنسان إذا غرغرت روحه يعني بلغت الحلقوم وجاء وقت الاحتضار فإنه لا تقبل منه التوبة، لأن في هذه اللحظة يعاين الملائكة، فعندها الكل يؤمن، ولا ينفع الإيمان نفسا لم تكن آمنت من قبل. فلا بد لمن أراد أن يتوب الله عليه أن يتوب قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. ولذلك يفيدنا هذا الحديث تعجيل التوبة، لأن الإنسان لا يعلم متى يحين عليه الأجل ومتى يفجأه الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري، وما تدري إذا أجمعت أمرا بأي الأرض يدركك المقيل. فعجل بالتوبة وبادر بها واستغفر الله عز وجل في كل لحظاتك وأحيانك حتى تلقى الله عز وجل على توبة نصوح. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.